طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. بالنسبة لنا بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لم ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استصاف في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي الامتياز. أهلا بكم من جديد. موقف حرج أوقع به رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ميليشيات الحشد باعترافه أن القصف الذي طالها مصدره الكيان الصهيوني، ما يحتم عليها ردود فعل لحفظ ماء وجهها كما يقول مراقبون، في حين أن هذه الميليشيات عاجزة عن الرد، ولذلك حاولت مرارا التهرب من الاعتراف بمسؤولية الكيان الصهيوني عن قصف مواقعها. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. رغم أنها تراها، دأبت ميليشيا الحشد على إنكار الكف التي صفعتها أكثر من مرة. غارات عدة على مواقع ميليشيا الحشد في بغداد وديالى وصلاح الدين والأنبار، ومصدرها طائرات الكيان الصهيوني كما أعلن نتنياهو بكل صراحة. ومع كل قصف جديد تتهرب ميليشيا الحشد ومعها مسؤولو الحكومة من الحقيقة، ويسندون الحدث إلى فاعل مجهول أو فاعل مغمور، كل ذلك كي يتهربوا من حرج الرد على مصدر النيران باعتبارهم من حلف المقاومة كما يزعمون. رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أخيرا ولأول مرة يقر بمسؤولية الكيان الصهيوني عن استهداف مواقع ميليشيا الحشد لعدة مرات خلال الأشهر الماضية. اعتراف عبد المهدي جاء بعد أسابيع من سياسة الإنكار والتهرب والخوف من قول الحقيقة، فمرة كان يتهم حركة مجاهدي خلق بالمسؤولية عن قصف ميليشيا الحشد، ومرة يسند الانفجارات في مخازن الحشد إلى حدث طبيعي. عبد المهدي ليس الوحيد الذي دأب على سياسة الإنكار، كل قادة الميليشيات والساسة المرتبطين بهم ابتعدوا عن اتهام الكيان الصهيوني متذرعين بحجج أخرى. رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض تبرأ سابقا من بيان صدر عن نائبه أبو مهدي المهندس حمل واشنطن وتل أبيب مسؤولية استهداف مواقع الحشد. التهرب السابق من اتهام الكيان الصهيوني مبني على عجز على الرد عليه، وبهذه الحقيقة يصرح النائب عن كتلة ميليشيا بدر النيابية كريم عليوي بقوله إن الحشد لا يمكنه الرد على الكيان الصهيوني، متذرعا ببعده جغرافيا عن العراق. لكن السؤال المطروح، ماذا بعد اعتراف عبد المهدي بقصف الصهاينة لميليشيا الحشد؟ الوقائع تؤكد أن لا شيء سيتغير، ولن تطلق رصاصة واحدة باتجاه الكيان الصهيوني، وذلك ما يثبته احتفاظ ما يسمى محور الممانعة بحق الرد على مئات الغارات والضربات الصهيونية التي تستهدف أذرع هذا المحور. نعم، إذن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قال بأن التحقيقات في استهداف بعض مواقع ميليشيات الحشد تشير إلى أن تل أبيب هي من قامت
بذلك، ويعد هذا أول اعتراف رسمي كما جاء في التقرير من الحكومة بمسؤولية الكيان الصهيوني عن القصف الذي طال المقرات العسكرية ومخازن السلاح والعتاد والصواريخ لميليشيات الحشد مؤخرا، بعد سلسلة من التصريحات المتناقضة لقيادات وزعامات الميليشيات التي ادعت أن بعض التفجيرات كانت بسبب سوء الخزن وارتفاع درجة الحرارة أو انفجار صاروخ داخل أحد المستودعات، بينما ألمح عبد المهدي في وقت سابق إلى إمكانية تورط مجاهدي خلق في هذه الهجمات. رئيس الحكومة عادل عبد المهدي اليوم في تصريحات مع قناة الجزيرة تحدث وأنه واتهم إسرائيل بهذا القصف، وكذلك أشار إلى قرب صدور التقرير النهائي بشكل نهائي ونتائج التحقيق بالتفجيرات أو القصف الذي طال معسكرات ميليشيات الحشد الشعبي خلال الشهرين الأخيرين، وأكد وقوف إسرائيل وراء عمليات القصف. عبد المهدي لم يخفي مخاوفه من شبح حرب في المنطقة أو في العراق خلال المقابلة، ويعني قال بأن الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة وبقرار منفرد، بقرار منفرد، هاي نخلي عليها خطين، لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا. وأضاف بأن الكثير من المؤشرات تدل على أن لا أحد يريد الحرب في المنطقة باستثناء إسرائيل كما قال. أكد بأن دولا عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحرب وساحة للمفاوضات، وبغداد واحدة منها، كما أن الدول المعنية بأزمة الخليج تحدث كذلك عن مفاوضات، والسعودية وإيران مستعدتان للتفاوض. أشار إلى أن التحقيقات في استهداف بعض مواقع ميليشيات الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي التي قامت بذلك، وهذا يطرح التساؤل. صار لنا أكثر من شهرين هناك تهرب من قبل الحكومة بإعلان هذه النتائج، وطبعا لغاية الآن تقرير بشكل نهائي لم يصدر، لم يتضح بعد الموقف، ما هو الموقف الذي ستتخذه الحكومة بشكل نهائي، رغم حديث وتسريبات عن إعداد مذكرة، ربما إعداد مذكرة ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي قريبا حول الاعتداءات الصهيونية على العراق، تفاوتت ردود فعل ميليشيات الحشد الشعبي حول الإعلان بين ترك التصرف للحكومة، وهناك من قالت بأنها هي من سوف ترد وتقوم برد قريب. كل هذا الحديث يتم تداوله في الأيام الماضية. طبعا نائب الأمين العام لكتائب ما تسمى كتائب سيد الشهداء أحمد المكسوسي تحدث إلى صحيفة العربية الجديد بأنهم على علم منذ أكثر من شهر بأن تقرير لجنة التحقيق بشأن قصف مقرات الحشد الشعبي أثبتت تورط الكيان الصهيوني بهذه الأعمال، ولا سيما بأن الأمريكيين قالوا لعبد المهدي بأن إسرائيل تقف خلف تلك الضربات، هذا على حد تصريح المكسوسي، وهذا ما قاله لنا بعدد من الجلسات الخاصة، وهذا التصريح هو إعلان رسمي من قبل العراق. نعم، معنا اتصال أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. الله يحفظك يحفظ قناتك إن شاء الله. أهلا وسهلا بك ابن عمر رحم على الشهيد الوحيد العراقي هو الدكتور حارث الضالي. آمين يا رب. ابن عمر، نعم. الإيرانيين جابوا من العراق حتى الإسرائيليين يضربوهم، طبعا الإسرائيليين يضربون الإيرانيين، جابهم على 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 بلدنا وجابهم علينا، احنا وين؟ إيران وين؟ وين شفت؟ حاربنا ويا إيران. إيران هو مصدر دماء دماء العراقيين. إيران أكبر إرهابي بالعراق، حق دول، حق اليمن، سوريا، العراق، لبنان، هو الإيران متأخر يا ابني عمر. شلون إسرائيل ما يضربهم هذولا؟ يعني شلون يعني شلون ابني عمر يجوز يستحلون أمة العربية كل مكان يجون يعني تقبل ابن عمر؟ انت الجواب حتى جوابك شقبل ابن عمر يعطيني جواب حتى شقبل اقبل بشنو؟
من سفن إيران هسه متوخر العراق. كل دول العربية إيران عشان إسرائيل. من يقبل هذا الكلام؟ ما حد يقبل غير اللي تابع لإيران. نعم. لعن حزب الله بلبنان ومن الشياد العراق، من الشياد بيمن، من الشياد بلبنان. من هو هذا اختلع يعني إسرائيل؟ هم خايف على نفسه، هم خايف على نفسه. إسرائيل هم بشر مثلنا، فعلوا لهم يا عمر. نعم والله العظيم ماكو دولة أنقص من عراق، لأنه من الشاد يعني هذا عبد المهدي هذا شطرنج يلعبون قاسم السليماني وغيره ابن عمر يلعبون، ولا هذول التليح كلهم حرامية تاني بقول. نعم أنا أشكرك أبو زكريا من كركوك كان معنا. طبعا أحمد المكسوسي دعا الحكومة والبرلمان إلى الذهاب أولا باتجاه كما أسماها الطرق الدبلوماسية من خلال تقديم شكاوى في مجلس الأمن الدولي وكذلك الأمم المتحدة وحتى المحكمة الدولية بشأن القصف، وأشار إلى أن اليومين المقبلين سيكون فيهما اجتماع لفصائل مختلفة في العاصمة بغداد، وشدد على أن كل الخيارات مفتوحة، وخصوصا أننا نحتفظ كما قال بحق الرد، والكيان الصهيوني ليس ببعيد عن مرمى النيران وفقا لقوله. وأكد بأن ممثلين عن عدة ميليشيات سوف يشكلون وفدا للقاء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ومناقشة الموضوع، كونهم لا يريدون أي إحراج للحكومة على حد تعبيره. معنا اتصال أبو جعفر من مدينة الصدر، تفضل أبو جعفر. السلام عليكم أخي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لكم ولقناتكم الشريفة البطلة المنافسة أخي عمر، وتحياتي للأخ المخرج والعاملين بها جميعا. أهلا وسهلا بك. اليوم حقيقة برنامجكم حلو جوهري وهذا جوهري. نعم. هذا عبد المهدي هذا الرجل حقيقة أولا جاب قاسم سليمان مولانا، هم هذا دين اتفقوا عليه الأمريكان وإيران وخلوه. نعم. فحقيقة هذا مع إسرائيل ضربتنا وكذا، هاي كلها بروتوكولات يهودية صهيونية وضحك قاعد يضحكون على أبطال الشعب العراقي بجميع طوافه ومذاهبه وأديانه وقومياته وإلى آخره. نعم. خير الكلام ما قل الودل، والله العلي العظيم هذه مسرحية، والمسرحية انكشفت وإن شاء الله نهايتها راح تكون باكر الساعة الثالثة ظهرا إلى السادسة مساء إن شاء الله، القضاء على عادل عبد المهدي وعلى العذاب وعلى الميليشيات وعلى هؤلاء الناس العصابات اللي حاكم البلد. صدقنا أخي عمر يعني إحنا ترى ما شاء الله الشعب العراقي ذكي، وإحنا علمنا الكرة الأرضية كلها على القراءة والكتابة، ما تعبر علينا أفلامهم بعد، خاف مرت علينا أفلامهم ما سنة وشيعة وراحت ضحايا آلاف، وكل من يتبع مذهبه وكل من يتبع عواطفه وعقيدته. نعم. وهذه لا حبيبي بعد ما تظهر علينا أخ عمر، صدقني وحق هو عمر الخطاب وحق هو علي بن أبي طالب باكر، نحن معرجون جميعا نساء ورجالا وأطفالا، والله لا ساحة التحرير باكر، وراح نشوف باكر نوريهم شلون عادل عبد المهدي كانت شنو حديدة على طنطا القوس لهن بالعقد الاجتماع مخلينا كنت على العراق. أنت مو قلت أول مرة بالتقارير وبالكذا وباللجان شكلتها بأنه مو من إسرائيل؟ حبيبي الله وكيلك ومحمد كفيلك، خير الكلام ما قل ودل، ما اريد اطيل عليك في الحديث اخي. نعم. عمر، واريد انطي مجال شويه للاخوه المواطنين العراقيين. نعم ابو جعفر برايك ليش نعم. كل هاي الفتره تاخير من قبل عادل عبد المهدي؟ يعني شهرين حتى يعلن بتصريح وبعد التقرير ما طالع بشكل نهائي، شهرين حتى يعرف رئيس الحكومه من اللي قصفه، ومره يقول يمكن والله جماعة مجاهدي خلق، ومرة واحد يقول لك والله يمكن هذا انفجار بالكدس، ومرة واحد يقول لك يمكن الأمريكان، وبعدين يطلع رئيس الحكومة ورا شهرين يقول لك ها الكيان الصهيوني بعد شهرين. ليش هذا التأخير؟ يعني معقولة نحتاج كل هذه الفترة حتى نعلن النتائج؟ نعم العفو أخ عمر، أنا أريد أسألك سؤال، ترى لا يدغ المؤمن من جهره مرتين وغبي من عثر به عثرة مرتين، أجل الله السامع مع احتراماتي لأسماعكم جميعا،
أخ عمر الله عليك يا ملك نازحين إخوتنا السنة والموصل والغربية والجنوب وكذا وغيرها يا ملف اللي ينطونا بيها وسبايكر وغيرها وبادوس ومدياهي يا ملف انطونا تحقيقات صحيحة أو لجان شكلة وانطونا نتائج صحيحة وصادقة حبيب هاي معلمين بأنهم يضحكون على الشعب العراقي اللي جانوا كذا وهسه والله كذا لا عادل عبد المهدي بعد يفيدنا ولا غير عادل عبد المهدي الله وكيلك ومحمد كفيلك باشر صالحين ويشهد الله ورسوله أنا اليوم ما مصدق راح أسهر للصبح سهراية على مودي يمر علي الصبح يشهد الله أنا وعويلة أطلع بساعة التحرير للقضاء على هؤلاء الحكومة مو الحكومة العفو على هذه العصابات وهذه الميليشيات وهذه العملاء لإيران وللأخوية الإسرائيل وبريطانيا وأمريكا فصدقني أخ عمر ترى لا عادل عبد المهدي ولا غير عادل عبد المهدي عادل عبد المهدي كان نايم على سريرة الله وكيله في بريطانيا وجاء قاعد أحد الأشخاص من هاي العملاء قال لي يا عادل عبد المهدي تعال استلم رئاسة الوزراء وما مصدق بضاعتك حتى ما غسل عيونه بصابونه جابوه طيارة وخلوه هو لا نازل انتخابات ولا هاد هاي كلها أمريكا وإيران تتلاعب مشاعر الشعب العراقي تتلاعب بينا ومصيرنا ومستقبلنا فأخي عمر صدقني راح أقول لك شيء واحد إخوان سنة وشيعة وهذا البلد من بيع قسما بدا من بيع إن شاء الله وأشكرك على الحديث أنا أشكرك أبو جعفر من مدينة الصدر كان معنا اتصال مصطفى السيد من مصر تفضل مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك أهلا بحضرتك اسمح لي أحيي الشعب العراقي البطل وأحيي الأساتذة والمناضلين والوطنيين الشرفاء في الداخل وفي الخارج أما يا سيدي بالنسبة للقصف الصهيوني على عصابات تنظيم الحج الإرهابي الإجرامي يا سيدي الشيء متوقع وكل الشعوب عارفة حتى من غير ما يعلنوا إعلانهم ده ولا يمثل حتى حبر على ورق ولا ليه أي لازمة هم في بداية القصة قال لك عود بخور والله سمح على قناة الميساء مكانة التغيير بيقول لك المخزن بتاع الذخيرة كان فيه عود بخور ومفاجئ بتبخروا الذخيرة يعني محسودة مثلا ولا بتبخروها يعني قربتوا الوطن مثلا بيها يا عم كذابين ونصابين أقسم لك بالله العظيم نصابين لهم ردين أصلا ولا عندهم قدرة يردوا ولا لهم شرعية أصلا هم كل يوم يخلقوا مصيبة وبلوى في العراق هو ده هدف كل يوم حتى كان الصهيوني يا رجل ده القنصلية في دولة إفريقية في والله ما ذكرنا خير ما عرفش والله انسرقت ده كده انسرقت هم اللي سرقينها وقال لك عصابة سرقتها عرفت سرقوا المقتنيات والحاجات الثمينة الغالية من أيام العهد الوطني فيها انسرقت هم اللي سرقينها وبيعونها أقسم لك بالله هم وهتنكشف التحقيقات فيا عم لا تنتظر حق راد ولا حق إسماعيل ياسين دول شوية نصابين لا حول لهم ولا قوة ومصيرهم إلى زوال واسمح لي بس كنا عايزين نعرفه معلومة عن التمثال اللي محطوط في الموسم هل يا اخواننا كل واحد يتعمل له تمثال مش كان من باب اولى من باب اولى الناس اللي في الشارع مش لاقي حته تنام فيها يتبنى لها حتى مخيمات بثمن التمثال وخلي التمثال ده يا سيدي خلي اجرك على الله انت دفعت عن الوطن وقائد عظيم ونحترموك ونحترم كل الشرفاء خلي يعني خليها لله خليها للدفاع عن الوطن ياما ملايين راحت دفاعا عن الوطن ومحدش ذكر اسمائها فيا عمي بلاش التمثال وابنه حتى للنازحين بيوت يناموا فيها او الظلم حتى حكم في الدوله وانا اشكر سيادتك جدا. نعم. مصطفى السيد شكرا لك كان معنا من مصر معنا اتصال ام مريم من بغداد تفضلي ام مريم. حياتي لك اخي الكريم وعلى كافه جميع المسلمين على ابو زكريا وتحيه لابو جعفر من مدينه الصدر. اهلا وسهلا بيش تفضل اهلا عزيز احنا نفضل في اسرائيل تحكمنا وامريكا تحكمنا ولا ايران لا مري ايران مسيطره ام مريم من اللي خرب العراق ايران ام مريم هسه احنا ما نريد لا ذولا ولا ذولا من اللي خرب العراق غير امريكا أمريكا خربت العراق شلون نعول على الأمريكان احنا إيران احنا نريد نحكم نفسنا بنفسنا ليش نخلي الغريب والأجنبي يحكمنا احنا نحكم نفسنا ها احنا إيران جاي تحكمنا خلصنا من أمريكا يا ما نريد لا ذولا ولا ذولا زين إسرائيل جاي تقرب علي بيوت نعم جاي تقصف إسرائيل ليش تقصف تقصف هو هذا التساؤل صواريخ إيرانية جايبيها بالعراق طبعا احنا ضد القصف
بس هم نبحث عن الأسباب. نعم. ليش هذا القصف صار؟ لأن أكو صواريخ وأسلحة إيرانية موجودة بالعراق. شلون؟ أقول بسبب لأن إسرائيل تريد تحتل العراق. نعم. فصاير خلاف بينهم بين إيرانيين وعارفهم كله على العراق وعلى نفس العراق. نعم. نعم أخي العزيز. أنا أشكرك أم مريم، كانت معنا من بغداد. أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إلى أبناء شعبنا مشاهدي قناة الرافدين وإلى قناة الرافدين، شكرا على أبداعها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هي من الصروحين وتعطينا رأينا من نحكي بالحقيقة. نعم. بالنسبة لتصريحات عادل عبد المهدي، يعني من يقول أكو أدلة تثبت أن إسرائيل أو الكيان الصهيوني مو إسرائيل هي اللي صفت العراق. نعم. طبعاً أول شيء بين قوسين يقول سود الله وجهك إذا كنت تعرف هذه الحقيقة. لأن إسرائيل أو الكيان الصهيوني ما تجرى إلى صف العراق إلا بالحرب العراقية الإيرانية، كان العراق مشهور. ثانياً أتكلم عن جزئين، الجزء الأول عن الأسباب. الأسباب يعني لما أصدر التقائد عن القوات وما يعرف انه شنو موجود داخل الدوله، شنو موجود ليش اسرائيل او الكيان الصهيوني صفت العراق بسبب وجود اسلحه موجوده بالعراق تابعه لميليشيات الحشد الشيعي بتمويل من ايران، وهذا سبب القصف. وايران والكيان الصهيوني ما راح يتواجهون، بس انه يبدون من هون دوله لبنان، جمهوريه سوريه وجمهوريه العراق. هذا هدف ايران، هدف الكيان الصهيوني. زين اذا انت تدري ان هناك موجوده اسلحه كانت قائد عام، بعد ليش تبدأ قائد عام؟ اذا ما تتحمل مسؤوليه اطلع. هل احد يتحمل مسؤوليه غيرك؟ يعني من تجي تعترف تقول والله احنا نقول ان الكيان الصهيوني هو اللي قصف العراق. طيب وبعدين؟ يعني هل يعني توقف انت يعني نوقف مكتوفين الايدي؟ شو السبب؟ صراحه اخي الكريم اكو كانت مقابله على البي بي سي، انا قابلته كان على هذا الموضوع. قصف الكيان الصهيوني للعراق. الثالث كان واحد صحفي اسمه كوهين. قلت له صدقني حسين كان موجود، كان جزأته على صف العراق؟ قال لا والله ما نقدر، لان كنا نخاف، لان كان الجيش العراقي هو اقوى جيش بالمنطقه، واليوم مع الاسف الجيش العراقي هو اضعف جيش بالمنطقه. والسبب السبب السلطه الموجوده. لان هم مو دوله، لان دوله اذا ما اهتمت بجيشها اول شيء ما راح تكون هناك دوله. زين برايك ما شنو الرد هو ابو علي؟ هسه اكو بعض التصريحات من قاده الميليشيات يقول لك احنا راح نرد، عندنا حق الرد. زين شو يردون؟ من اللي يرد؟ من هو اللي يرد؟ نعم. يعني الميليشيات الشيوعيه هي اللي ترد؟ شو يرد؟ ما يردون ولا يقدرون يتكلمون اي شيء بس بالحكي. هذول بالله حكي يا اخي الكريم. هم انا اقول لك كل من يردون يذبحون، يذبحون ابناء السنه. يذبحون الشرفاء من العراقيين سواء من السنه والشيعه، هم هذول اللي يذبحونهم، اما هم يردون على اسرائيل، هم كفوا يردون على اسرائيل، لا والله ما يردون، هي ابوهم وهم اللي حاطين تاج على رؤوسهم، هم بس هم اللي هم ايران والخميني وخامنئي ما قدروا يردون على الكيان الصهيوني، هم هذول الجزال الواويه يردون على الكيان الصهيوني، والله اذا ردوا يا اخي انا اول واحد يردوا فيهم. بس ما ادري ان هم مكرمين انتم مكرم الثاني جبناء ما يجدون الا على المراه على الطفل وعلى الاعزل هم لا يردون عليهم. واذا رئيس الوزراء مكيف قفت عينك لو بيت حطها طلعت برا قلت لا والله انا ما اقدر. بس هم كلهم يعني مكرم السامع بين قوسين تبليغيه يدورون فلوس يدورون مناصب حرما وإن شاء الله فكرة من عندهم مثل ما فكنا على مثل اللي قبلهم. زين هو بوقتها عادل عبد المهدي قال لك اللجنة خلال أسبوع تطلع النتائج، هاي تقريبا صار لها شهرا. والله ليش هذا التأخير؟ شنو تسويف بالأمور؟ صدق كذب صدق كذب صدق قول لي يا لجنة طلعت نتائج. هذا 203 لليوم، يا لجنة طلعت نتائج. كلها كذب وكذب، يا لجنة ثانية بطيخ، هذول حرامية يكذبون على الناس. يكذبون على الشعب، بس مع الاسف شعبنا هو اللي نايم. شعبنا هو اللي نايم، واللي هذول يحكمونهم هذول الجبناء يحكمون شعب العراق. العراق عظيم،
بس مع الأسف هي أمريكا والكيان الصهيوني هم اللي رادوا هذا الشيء فيه. أنا أشكرك أبو علي من واسط كان معنا. محمد من البصرة تفضل. محمد مرحبا. مرحبتين أهلا وسهلا بك تفضل. إن شاء الله طيب. الله يسلمك ويخليك. الحكومة فاشلة من تين. بس أنا أحب أسأل حضرتك سؤال إذا سمحت. تفضل. أنا ما أعرف حقيقة لحد الآن يعني صار من 2003 إلى الآن ما أعرف يعني قناتكم اللي ما أعرف شن نقول عليه يعني قناة بيت حارة الضاري شو تريدون؟ لا هي قناة العراقيين. ما يخالف في مخ. شو تريدون أنتم بالضبط يعني أنتم قناة العراقيين شو تريدون؟ نعم. بالضبط. شريد بالضبط؟ يعني. شنو اللي مضوجك بالرافدين؟ حتى نجاوبك عليها. أقدر أقول لك. إيه بس خلينا نتحاور بهدوء. إذا عندك شيء تقنعنا به نقول لك إيه والله. أنا أقول لك أنت عندك قناة. نعم. وأنت فاتح قناة موجهة إلى الشعب العراقي. شو تريد بها؟ من الشعب العراقي. نعم للشعب العراقي. يعني دا نجيب شيء من جيوبنا إحنا مثلاً. الحكومه قدمت شيء للبلد. انت شنو اللي تريده؟ نسبه الفقر في ارتفاع. نسبه الفقر في ارتفاع. لا تتهم لا تتهم. شوف الاتهام ماكو ابسط منه بس خليك محاور وشجاع واقدر احاورك. اذا تتجاوز فلا والله روح مع السلامه. اذا تريد نتحاور بكل ادب واخلاق اهلا وسهلا بك. انت شريد بريد العراق يتقسم. هاي العملية السياسية اللي بناها المحتل الأمريكي والآن إيران هي المتنفذة بالعراق ما نريدها. نريد العراق يبقى واحد. نرفض هذا الدستور اللي بنى عليه المحاصصة والطائفية. نطالب بحق الفقير بحق المظلوم اللي قاعد ما عنده بيت اللي بنى له طابوكتين وجت الحكومة فلشته. هذا اللي نطالب به احنا. شعدنا عندنا منصب عندنا وزارة بالعراق عندنا عضو برلمان. شعدنا احنا اش خاش بجيوبنا من الحكومة. زين انت علي اش حارق دمك على الحكومة وضايج عليها وليش رحت اصلا محمد؟ انت ليش قطعت الخط ها محمد؟ ليش قطعت الخط؟ مو انت جاي دا تسأل وتسمع الاجابة. والله عجيب. خليك شجاع وتحاور معاي. هذه قناة العراقيين وليس قناة لجهة معينة. خليها ببالك. يعني شو تريد مثلا احنا ندق ونرقص ونهوس الحكومة اللي 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 فسادها وصل الى ابعد القارات. نسبة الفقر وصلت 40%. تدري لو ما تدري البطالة بحسب ارقام وزارة التخطيط تعدت 30%. تدري لو ما تدري تدري العراق محتاج 25,000 مدرسة لو ما تدري. تدري نسبة النجاح فقط السنة الماضية وصلت 35% فقط في ظل هذه الحكومة. تدري الحكومات اللي سوت بالعراق من طائفية. تدري المحاصصة لو ما تدري بيها. تدري المخدرات اللي مالية البصرة لو ما تدري بيها. تدري السجون مليانة بيها ناس أبرياء واللي عنده واسطة وعنده حزب وراه يطلع بيومين مثل ما صار بهذا اللي تابع للسراي السلام. لزمه وعندك لزم يد أسلحة ثقيلة وخفيفة خلينا نقول خفيفة ومتوسطة. ورا يومين إجا رامي السكيني وطلعه واعتذر من عنده واعتذر من عنده. زين ليش إحنا إذا عدنا هيك أخلاق وإنسانية في الحكومة ليش ما يفترون على السجون ويشوفون السجناء ويشوفون أوضاعهم يروحون على النازحين؟ إيش وقت سمعنا إحنا سنة وشيعة وهاي الطائفية غير بعد العام 2003 من جانا حزب الدعوة وبدير والحزب الإسلامي وغيرهم؟ إيش وقت سمعنا بيها؟ سووا خلال 16 سنة. أنت تسأل نفسك ما تسألني. أنت شوف سووا ذولا وبعدين تعال اسألني. نعم معنا أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. الله يبارك بك. هذا يمكن عايش بغير كوكب أو بدون وعي يتكلم. أنا سمعت كلامه. نعم. الأشياء اللي تحكي بيها المفروض هو ينتبه له ويقدر الكلام. يعني رجل قدامك رجل يقول تحاور وياي. نعم. أما بخصوص اللي يصير بالعراق أخي عمر
هي يعني خلينا نسمعها العراقيين والعرب كافه. قالوا هذه حرب صليبيه، هو اشتعل العراق واحتلوا الامريكان والسفن اللي وياهم، وسيجون على العرب يعني مو بس العراق راح يوقع، حتى الخليج والله يعني اذا ما ينتبهون ويحافظون على كيانهم كيان الامه العربيه هاي العظيمه يجي السر لهم. بس اللي مو صوت بالشعوب صوت بالحكام، ذاك اليوم بنيه اسمها ريم ما ادري شو اسمها ما اعرف من الكويت، والله انا حسيت بفرح يعني امراه كويتيه وبرغم اللي صار سياسات الغرب صار يخربون واحد ويا واحد يعني وخلون الحكام ويتطافون بيناتهم، فلما نعم. سمعت البنيه اسمها ريم والله انا فرحت الصراحه نعم. فرحت وحسيت يعني بين الامه العربيه بعدها بخير الشعوب نعم. من الحكام هم الحكام هم سبب البلاء يعني هسه العراق لا يقول شو تريدون يعني لازم تتقبل بالفساد وبالمحاصصه وبالخراب اللي صار بالعراق والمدن المدمره وكل سنتين ثلاثه مطلعين فيلم مره ما ادري شنو مره داعش بيوم وليله طلعت هاي داعش من جوا القاع واحتلت ثلث مساحه العراق وما افتهمنا وتشكل اكبر تحالف دولي وهدم المدن وهجر الناس ولازم ما تحكي صار لك 16 سنه انت الناس صايحه الغوث لازم ما تحكي انت والسولف حتى الجماعه يقعدون مرتاحين بالكرسي مالتهم. نعم ابو الحسن من بغداد كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد. نائب الأمين العام لميليشيا سرايا الخراساني حامد الجزائري تحدث إلى صحيفة العربية الجديد وقال بأنهم يمتلكون المعلومات والتفاصيل قبل إعلان عبد المهدي عنها، وأضاف سيكون لنا موقف بعدما تم إعلان تورط الكيان الصهيوني بقصف مقرات الحشد ووجود فصائل المقاومة لا يقتصر على العراق كما قال بل في سوريا ولبنان، وبين بأن الرد على إسرائيل لا يشترط أن يكون من الأراضي العراقية. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حضرتك إلى قناتكم يا أهلا بيك. العراق الشريف. أهلا وسهلا بك. هذول اللي يطلعون على الشاشة هم أبواق مستفيدة من هذا الوضع اللي صار في العراق. نعم. استفادوا من ثروات العراق، الكاكات كلها بأسماء المتنفذين مالت النفط، كل شيء مدمر بالعراق، وأصبح العراقي شركة استثمار لهؤلاء الخونة اللي جوي ويا هذول الإصابات الأمريكية والإيرانية والصهيونية. أستاذ عندنا بالنسبة لصدام حسين عندما أعدم قال كلمة واحدة، قال يا شعب اتحدوا، لأنه اللي لازم قلدك يصير حاقد وكراهية للدول التي جاءت لسيطرة على العراق. وبالفعل ما عرفنا قيمة صدام إلا بعد ما شفنا السيطرة الأجنبية للاحتلال الأمريكي والصهيوني والإيراني واللي نشوف المتحكمين بينا كلهم رعاة. زين أم عبد الله، إحنا اليوم على الموضوع موضوع عبد المهدي يقول الكيان الصهيوني هو من يقف وراء الهجمات على مخازن الأسلحة للحشد الشعبي، بعد شهرين خرجوا بهذا التصريح. نعم. بعد ممكن انه استاذ عادل عبد المهدي الله هسه عرف انه اسرائيل، هي يا اسرائيل يعني هي امريكا واسرائيل ايران قد تكون هي صديقه للعراقيين؟ ابدا، كلهم حكومات تنافسيه للاستحواذ على ثروات البلاد،
وبعدين الاستاذ احنا وسائل الاعلام احنا قلنا قبل شهرين قلنا هذا المستودعات اللي تقصف من قبل هي طائرات مسيره اسرائيليه وما واحد مثلا قسم من الناس ما بيستوعبون هذا الشيء وكلهم يعرفون انه هذا هو اسرائيلي امريكي. ليش هي امريكا ما تقدر تستطيع انه تحسن وضع العراقي بلحظه واحده تزيح هاي الحكومات الدائره اللي قتلت الشعب واللي هدمت المدن وارامل وشهداء ومعتقلين وهسه الدور على الشيعه. مع الاحترام للشيعه الشرفاء اقول لهم يا شيعه المفروض انه انت تتكاتفون ويا السنه لانه بعد ما عندنا احنا حال الا الاتحاد لانه اذا انتم تقومون وحدكم في تغيير الوضع هذا ما تقدرون تستطيعون الا لازم الشعب العراقي ككل للتغيير. وبعدين انه المظاهره اللي نقول من الساعه 3 الى الساعه 6 يعني ليش هي المظاهره لها تحديد وقت؟ يعني هسه مثل مصر باي فتره يطلعون باي مستمرين ماكو فترة انه من ساعة 3 الى ساعة بالستة والله انا راح اغير حكومة يعني وين هذا الحكي هذا. بعدين احنا اصلا ما متلاحمين احنا كشعب عراقي ما عندنا كلمة سواء فيما بيننا فلهذا احنا لازم نفكر بعقلنا هي اخر دورة هاي انه واخر يعني لحظة اللي للشعب العراقي. نعم عبد الله من بغداد شكرا لك. ابو بهجت من كركوك تفضل. ابو بهجت نعم تفضل. ابو بهجت الله يسعدك استاذ عمر. يا هلا بيك اهلا وسهلا بيك. يعني قبل فتره خابرتكم. نعم بس نصل التلفزيون للاخير نصل التلفزيون للاخير الله يخليك. نصل التلفزيون نعم. اقول لك استاذي نعم هذا نحن نشكركم على البرنامج. هذا البرنامج يحسسنا على غيرة العراقيين بس مع الاسف العماله اللي صارت وجابت الدول وخربت وضعنا العماله والخيانه العرب. تسمعني؟ اسمعك. فانا هسه منهار الشعب ما متوحد، احنا ضدنا الحمايه اللي دافعوا وحاربوا اسرائيل بال 73 وبال 67 والمقبره بل سوريا صارت مقبره الشهداء العراقيين فلسطين وبالاردن. نعم. هذه من ضمن حرب 73 طلعنا الاسرائيليين من الصنمين والدرعة وسوريا. ها؟ هذا كله مالهم كان بعدين خانونا. فهسه انا اذا ما العالم العربي تشتد بغيره واحده وكلمه واحده العالم العربي هذا. نعم. استاذ عمر؟ نعم. فانت جاي اشوف هاي اسمع ناس ما يشجعون هذا البرنامج، هذا البرنامج يعني حسسنا يعني بكرامتنا، حسسنا بعزتنا، حسسنا بشيمتنا، يعني هسه انا ابسط شيء معامله الجهاد دواير 8 أشهر 9 أشهر يطلع حق المتوفي او ما يطلع. شوف هالعصيان المدني كلها رشاوي وكل هذا من خالي وهذا من خالتي والفقير الناطوري تفلى العطوري تقلى. نعم. اي ما ادري شنو نتيجته شلون واللي انتقد جناسينا على غير دول شات منظم شعب هلكان تعليم منهار الجيش جاي اكثر والاتحاديه ما اتحاديه اكثر بطمع الراتب ما قاعد يستقر هالوقت ويصير امان لا قرى ولا اقضيه ولا نواحي وانت الله يساعدك وتعيش على حياتك وتعيش ان شاء الله الله يوفقك الله يسلمك ويخليك ويحفظك الظالمين الله يسلمك. وهذا بلد الانبياء ما ينهان ان شاء الله بعزه الله وجلاله وصالحه. ونعم بالله، ان شاء الله ازمه وتعدي. انا اشكرك ابو بهجت من كركوك كان معنا، ابو حيدر من الفلوجه. تفضل ابو حيدر. السلام عليكم اخوي اسامه. وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك. اعتقد 100% استاذ عمر ان اسرائيل هي ضربه العشب. نعم. احنا اول شيء نقول ان شاء الله ان شاء الله وامنا بالله قوي. الله يرضي بالظالم بالظالم اسرائيل والحشد يوم ظلم ويوم قتله هاي اولا. اثنين اريد اقول وين الحشد المقدس؟ وين المقاومه رجال المقاومه الابطال يسمون انفسهم رجال المقاومه وينهم عن اسرائيل؟ يلا تحدى واحد فيهم يروح يضرب له طرفه ما يقدرون والله اقسم لك بالله ما يقدرون. هاي نقطه. زين اثنين انت يا الحشد يا مطايف فرد
انت اللي تابع لايران، كل ايران ترد بدايكم. عندها مطاعم بدايكم بلبنان، ولبنان هي هذا حزب الشيطان. كل يقدر يضربها تلقى على اسرائيل نيابه عن الحج المقدس السعودي. عندهم الحوثيين، بس مو هذا استاذ عمر. نعم. هو شنو اللي راح يردون؟ ردهم شنو؟ ذولا مطايا الفرس، الحشد والحوثيين وحزب الشيطان. ذولا هو عدوهم الرئيسي العرب والاسلام. مو عدوهم اسرائيل، اقسم لك بالله العظيم. وهسه شوف اول رد راح يكون هو صار رد بنفس اليوم، برضه بالسعوديه. نعم. اسرائيل تكفخ فيهم يردون على المسلمين، على العرب. على العرب وعلى الاسلام، يضربون العرب والاسلام بالصواريخ ذول الحوثيين وذول الحشد وذول حزب الله. ولأتحدى واحد فيهم يقدر يطلع ويقول انا راح اضرب اسرائيل بطلقه واحده. ما يقدر اقسم لك بالله العظيم. لان اسرائيل وايران وامريكا نفس النهج ونفس العقيده. عدوهم مشترك هم العرب والمسلمين. اتحدى واحد يطلع من ذول زعماء الميليشيات القتله. ايش قد طلعوا يهددون؟ ما شفنا ايش قد صار، صار فوق الشهر. نعم. شهر صار من ضربات كفخ بيهم. ما سمعنا ضربه وطلقه على اسرائيل. ما سمعنا طيروا لهم صاروخ لو هاي طياره مسيره على اسرائيل وهي قريبه عليكم من لبنان. عندكم هذا مطل فرس ابو حزب الشيطان يقدر يطيروا طياره مسيره صاروخ يضرب اسرائيل حتى نقول اي والله صدق قتلوا الجماعه. بس ما يردون اقسم لك بالله العظيم. اقسم لك بالله اذا عندهم رد وخذها من عندي اقسم لك بالله العظيم اذا عندهم رد ردهم على الاسلام ردهم على العرب. هو هذا عدوهم الحقيقي. زين ولا ايش منتظرين هم؟ وبعد انا اقول لك بعض ضربات وهم مطبخه ذولا. لان اصلا هم التاريخ يقول هم ذولا مطبخه، ذولا مطايا اليهود ومطايا الفرس. وانا اشكرك استاذ عمر. انا اشكرك ابو حيدر من فلوجه كان معنا. حامد الجزائري اضاف بانه سيكون هناك رد قريب، وصفه قال رد قريب جدا لما وصفها فصائل المقاومة على عمليات القصف الإسرائيلية، وسيكون ردا مناسبا على تلك الاعتداءات، وسيتم الإعلان الرسمي عنه في حينها. طبعا معروف أنه تعرضت مقار ومخازن أسلحة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، هناك ميليشيات داخل الحشد الشعبي تابعة وموالية لإيران قصفت خلال الشهرين الماضيين، يرجح أن تكون بطائرات مسيرة من قبل الكيان الصهيوني. ومنذ أغسطس آب الماضي وجه عبد المهدي بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بالقصف، كان قد حدد لها مهلة أسبوع لكشف النتائج، واليوم احنا صار لنا شهرين لكن النتائج تأخرت حتى اليوم. وقد تهمت الحكومة بمحاولة تسويف النتائج. معنا اتصال سليمان من لندن. سلمان من لندن، تفضل سلمان. سلمان انقطع الاتصال مع سلمان من لندن. طبعا كانت ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران قد اتهمت الكيان الصهيوني بالمسؤولية عن هجمات بطائرات مسيرة على قواعد ومخازن سلاح خاصة، وكذلك اتهمت القوات الأمريكية في العراق. هناك بعض الهجمات التي أو القصف الذي استهدف مخازن ومقار تابعة للحشد أسفر عن انفجارات ضخمة في مخازن الأسلحة، وكذلك أدت إلى مقتل بعض من مقاتليه كما حدث في الأنبار غرب العراق على الحدود السورية، أدى إلى مقتل أحد القياديين في ذلك الوقت، يعني تقريبا قبل أقل من شهر. في اتصال أحمد من كركوك، تفضل أحمد. الله يسعدك. الله يسعدك يا عمر، أهلا وسهلا بك. بخصوص صار المتصل قبل شوية، هذا فوق شيء احتمال ويا الحكومة يحصل فلوس، هاي وحدة. ثانيا إيران وإسرائيل وأمريكا متفقة للدفاع في أي مجال، وأمريكا ما تضرب إيران مليون سنة بعد. نعم والله العظيم ما تضرب إيران. يعني ما مفروض يعني يطلعون دولة واحد وهذا ويتعالي أمريكا يسوي حادث، وهذا هذا الحل ما فيها أي مجال. نعم اللي رايح الولد والله يخلصون ما فيها أي مجال. برأيك أحمد، برأيك الرد من قبل الحكومة، خلينا نحكي الحكومة، الحكومة هسا اليوم عاد عبد المهدي يقول لك إسرائيل هي اللي ضربت، برأيك شلون راح يكون الرد؟
وين راح يروح؟ يعني يشتكي مجلس الأمن؟ يفرض عقوبات على إسرائيل مثلا؟ شو يسوي؟ يا يقدر يفرض عقوبات يا أخ عمر الله يخليك. نعم. الله ما يقدر يسوي لا شو يسوي؟ هي الدولة أمريكا وإسرائيل وإيران متفقات على العراق والإسلام. نعم. كل شيء ما يقدر يسوي والله. يجوز حسن زميرة من قاعد يطلق له صاروخ صاروخ يعني متفق ويا إسرائيل حزب الله. ما فيها أي مجال متفقين هاي ما ذاك اليوم ضربة هاي كلها. نعم. اي ما هو هذا الحل يعني ما في اي مجال. نعم. دولة واحد و اسمع ثلاث دول. نعم. اي ثلاث دول وهذا هو. نعم. انا اشكرك احمد. اشكرك احمد من كركوك كان معنا. معنا ابو احمد من بغداد. تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نصيل التلفزيون حتى افتهم عليك ابو احمد. يا مدى افتهم كل شيء عليك. اشكرك على البرنامج هذا بس المتصل ابو حيدر كان من الفلوجه. ابو شبيه يا لا هذا الحكي مو منطقي اللي حكاه. ايش قال شنو قال؟ بانه الحكي وحزب الله و... لا ما عمم الرجل منطق. لم يعمم مو منطق. اي بس مو منطقي لانه الحشد هو اللي هو قاف والقوات المسلحه لا لا لم يعمم ابو احمد لم يعمم قال اتباع ايران وذيول ايران. نعم والله ان عال الايراني يسوى ابو حيدر من نعم شفت هاي العاد انت اذا انت حاب ايران على ايش قاعد بالعراق؟ روح اقعد بايران يا عم. ايش عندك انت بالعراق قاعد؟ إذا هل قال اتحاب إيران؟ والله ما أدري. إذا أنتم ولاءكم الإيران على إيش قاعدين بالعراق؟ روح عمي اقعد بقوم اقعد بقوم. يعني أنت ولاءك لا تخلي ولاء أعلى من ولاء بلدك زين. إذا أنت هذا أسلوبك على إيش تعتب على غيرك؟ على إيش تعتب على غيرك؟ إذا هذا خلقك لا تعتب على غيرك. والله ما أدري. على كل حال وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. تحدثنا فيها حول تصريح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي باتهامه للكيان الصهيوني بقصف مقرات ميليشيات الحشد الشعبي. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.